الفرد الأول، الدورة الثانية، مادة الرياضيات، المستوى السادس ابتدائية. إذا ندوزو الأسئلة. السؤال الأول، أقارن الأعداد بكتابة الرمز أكبر أو أصغر أو يساوي. إذا بالنسبة للأعداد اللي عطاونا، عطاونا أعداد وعطاونا خصنا نقارنو بيناتهم بكتابة الرموز، يا إما غنوضعو أصغر أو لا أكبر أو لا يساوي. إذا بالنسبة للأعداد الأولى، عندنا 15678 و498، غادي نقارنوها مع 15678 و499. الأعداد الثانية، عندنا 200,788,570 - 20. غادي نقارنوها مع 200,788,550. الأعداد الثالثة، عندنا 3,599,000 + 900,302,005. غادي نقارنوها مع 3,900,900,005. إذا مطلوب منا نوضعو مقارنة بين هاد الأعداد، واش أكبر أو لا أصغر أو لا تساوي. إذا جواب السؤال الأول، أقارن الأعداد بكتابة الرمز أصغر أو أكبر أو يساوي. إذا بالنسبة للأعداد اللي عطاونا، فعندنا العملية الأولى، عندنا فيها بالنسبة للعدد الأول عندنا 15,678,478. غادي نقارنوها بالعدد الثاني اللي هو 15,678,479. إذا كيفاش نديرو المقارنة؟ فتنشوفو دائما العدد الكبير بالعدد الكبير، يعني نقارنو العدد الكبير ديال العدد الأول مع العدد الكبير مع العدد التالي. إذا فالعدد الكبير في العدد الأول فهو عشرات الملايين اللي فيه واحد، بالنسبة للعدد الثاني فعشرات الملايين كذلك عندنا فيه واحد، إذن فهما متساويين في عشرات الملايين فكلاهما فيه واحد. ندوزو الوحدات الملايين، فعندنا بالنسبة للعدد الأول فعندنا خمسة في الوحدات ديال الملايين، كذلك بالنسبة للعدد الثاني فكذلك عندنا فيه خمسة في وحدات الملايين، إذن فهما متساويين في وحدات الملايين كذلك. ندوزو المئة الآلاف، بالنسبة للعدد الأول عندنا العدد ستة، كذلك بالنسبة للعدد الثاني فعندنا العدد ستة، إذن فهما كذلك متساويين بالنسبة للمئة الآلاف. ندوزو العشرة الآلاف، فعندنا عدد سبعة بالنسبة للعدد الأول، كذلك بالنسبة للعدد الثاني فعندنا سبعة، إذن فهما متساويين كذلك بالنسبة لعشرات الآلاف. ندوزو لوحدات الآلاف، فعندنا ثمانية بالنسبة للعدد الأول، كذلك بالنسبة للعدد الثاني فعندنا كذلك ثمانية في وحدات الآلاف، إذن فهما متساويين في وحدات الآلاف. ندوزو المئات، فبالنسبة للعدد الأول عندنا فيه أربعة، كذلك بالنسبة للعدد الثاني فعندنا الرقم أربعة، إذن فهما متساويين في المئات اللي فيهم أربعة كلاهما. ثم بالنسبة للعشرات الآلاف فعندنا العدد تسعة بالنسبة للعدد الأول،
كذلك بالنسبة للعدد الثاني فعندنا الرقم 9، إذن فهم متساويين كذلك بالنسبة للعشرات. ندوزو الوحدات، بالنسبة للوحدات عندنا الرقم 8 بالنسبة للعدد الأول، وعندنا بالنسبة للرقم العدد الثاني فعندنا في 9. إذن فبالنسبة للوحدات بالنسبة للعدد الثاني ففيه 9، إذن فهو أكبر من الوحدات اللي في العدد الأول اللي هي 8، وبالتالي فالعدد الثاني اللي هو 15,678,499 فهو أكبر من العدد الأول اللي هو 15,678,499. إذا نضع الرمز أكبر بالنسبة للعدد الثاني اللي هو 15,678,499. ندوزو العملية الثانية، العدد الثاني فعندنا فيه 200,788,570. غادي نطرحوها على 20، إذا ننقصوها من 20. غادي نقارنوها مع العدد الثاني اللي هو 200,788,550. إذا فبالنسبة للعملية العدد الأول فغادي نطرحوه على 20، خاصنا نقصوه من 20. إذا فعندنا في العشرات عندنا 7، غادي نقصوها من العشرات ديال 2، غادي تعطينا 5. إذا غادي يكون عندنا الرقم الأول، العدد الأول يكون عندنا فيه 200,788,550. إذا غادي نقارنوها مع العدد الثاني اللي هو 200,788,550. إذا نفس العملية غادي نديرو، غادي نقارنو العدد الكبير بالعدد الكبير. إذا العدد الكبير ديال العدد الأول اللي هو 100 الملايين فعندنا فيها 2، كذلك في 100 الملايين بالنسبة للعدد الثاني فعندنا فيه 2، إذا فهم متساويين في 100 الملايين. ندوزو لعشرة الملايين فعندنا 0 بالنسبة للعدد الأول، كذلك بالنسبة للعدد الثاني فعندنا 0 في العدد ديال العشرة الملايين، إذا فهم متساويين في 10 الملايين. ندوزو لوحدة الملايين فعندنا 0 بالنسبة للعدد الأول، كذلك بالنسبة للعدد الثاني فعندنا العدد 0 في وحدات الملايين، إذا فهم متساويين في وحدات الملايين. ندوزو المئة الآلاف فعندنا 7 بالنسبة للعدد الأول، كذلك بالنسبة للعدد الثاني فعندنا 7 بالنسبة لمئة الآلاف، إذا فهم متساويين في 100 الآلاف. ندوزو لعشرات الآلاف فعندنا 8 بالنسبة للعدد الأول، كذلك بالنسبة العشرات الآلاف بالنسبة للعدد الثاني فعندنا 8، إذا فهم متساويين في 10 الآلاف. ندوزو الوحدات الآلاف بالنسبة للعدد الأول فعندنا 8، كذلك بالنسبة للعدد الثاني فعندنا في وحدات الآلاف عندنا 8، إذا فهم متساويين في وحدات الآلاف. ندوزو المئات فعندنا 5 بالنسبة للعدد الأول، كذلك بالنسبة للعدد الثاني فعندنا في المئات عندنا 5. ثم بالنسبة للعشرات فعندنا 5 بما نقصنا 7 على 2، إذا ولات عندنا 5. إذا 5 عندنا في العشرات بالنسبة للعدد الأول، كذلك بالنسبة للعدد الثاني فعندنا 5 في العشرات. ثم بالنسبة الوحدات فعندنا 0 في العدد الأول، كذلك بالنسبة للعدد الثاني فعندنا في الوحدات عندنا 0، إذا فهم متساويين كذلك في الوحدات، إذا وبالتالي فهم متساويين في جميع الأعداد بدءا من مئات الملايين وحتى الوحدات فهم متساويين فيهم. إذا فغادي نوضعو الرمز تساوي بالنسبة للعدد الثاني اللي هو 200,788,570 ناقص 20 فهو يساوي 200,788,570
وخمسمائة وخمسون. إذا نضع الرمز يساوي. إذا ننتقل للعملية الثالثة اللي هي مقارنة بين الأعداد 3,599,000 زائد 900,302,005. غادي نقارنوها مع 3,900,900,005. إذا بالنسبة للعدد الأول فعندنا فيه واحد الجمع ديال الأعداد بين 3,599,000، غادي نزيدو عليها 900,302,005، غادي تعطينا 3,900,901,005. إذا غادي نقارنو هاد العدد اللي هو 3,900,901,005، غادي نقارنوها مع العدد الثاني اللي هي 3,900,900,005. إذا نفس الطريقة نقارنو الأعداد الكبيرة هي الأولى. إذا عندنا 3 مليار في الوحدات بالنسبة للعدد الأول، كذلك بالنسبة للعدد الثاني عندنا فيه 3 مليار في الوحدات. إذا عدد الوحدات ديال الملايير فهو متكافئ، إذا يساوي. ثم ننتقلوا لمئات الملايين بالنسبة للعدد الأول فعندنا فيه 9، كذلك بالنسبة لمئات الملايين في العدد الثاني عندنا 9، بالنسبة لعشرة الملايين في العدد الأول عندنا 0، كذلك بالنسبة لعشرة الملايين في العدد الثاني فهو 0، إذن فهم متساويين في عشرة الملايين. ثم بالنسبة لوحدات الملايين في العدد الأول عندنا 0، بالنسبة للعدد الثاني لوحدات الملايين كذلك عندنا 0، إذن فهم متساويين كذلك بالنسبة لوحدات الملايين. ننتقلوا لمئة الآلاف، عندنا 9 بالنسبة للعدد الأول، وبالنسبة للعدد الثاني كذلك عندنا 9 في مئات الآلاف، إذن فهم متساويين في مئات الآلاف. ندوزوا لعشرة الآلاف، عندنا 0 بالنسبة للعدد الأول، كذلك بالنسبة للعدد الثاني فعندنا فيه 0 في العشرة الآلاف، إذن فهم متساويين في عشرة الآلاف. ثم ندوزوا لوحدات الآلاف، فعندنا في الرقم الأول عندنا 1، بينما بالنسبة للعدد الثاني فعندنا 0 في وحدات الآلاف، إذن فهم متساويينش في وحدات الآلاف. إذن فالرقم الأول فعندنا فيه 1 في وحدات الآلاف، بينما بالنسبة للعدد الثاني فعندنا في وحدات الآلاف فقط 0، إذن فهم متساويينش في وحدات الآلاف، وبالتالي فيكون العدد الأكبر هو الرقم الأول اللي هو 3,599,000 زائد 900,302,005، فهو يكون أكبر من العدد الثاني اللي هو 3,900,900,005. إذا غادي نوضعوا الرمز أكبر بالنسبة للعدد الأول اللي هو 3,599,000 زائد 900,302,005، فهو أكبر من العدد الثاني اللي هو 3,900,900,005. إذن نضع الرمز أكبر بالنسبة للعدد الأول. إذن ننتقل إلى السؤال رقم 2، ورتب الأعداد التالية ترتيبا تناقصيا. إذا نطلبوا من نفس السؤال رقم 2 باش نرتبوا الأعداد بشكل تناقصي. إذا مثلا نقولوا ترتيب تناقصي، إذا من العدد الأكبر إلى العدد الأصغر. إذا في الأعداد اللي عطاونا، العدد الأول 677,999، العدد الثاني 2,999,999,999. العدد الثالث 3 مليار. العدد الرابع 18,999,999,999.
999. العدد الخامس 19,677,001. والعدد السادس 19,677,000. إذا مطلوب منا هاد الأعداد هادو رتبوهم بشكل تناقصي، أي من العدد الكبير للعدد الصغير. إذا جواب السؤال رقم 2، ورتبوا الأعداد التالية ترتيبا تناقصيا. إذا كما قلنا فترتيب تناقصي فهو من العدد الأكبر إلى العدد الأصغر. إذا بالنسبة للأعداد اللي عطاونا، العدد الأول 677,999، العدد الثاني 2,999,999,999، العدد الثالث 3,000,000، العدد الرابع 18,999,999، العدد الخامس 19,677,001، والعدد السادس 19,677,000. إذا غادي نرتبوا هاد الأعداد هادو بشكل تناقصي، أي من العدد الأكبر إلى العدد الأصغر. إذا فين هو العدد الكبير؟ المقارنة غادي نشوفوا أكبر الأعداد من ناحية الملايير. إذا من ناحية الملايير عندنا الرقم الثالث فهو فيه 3,000,000، والرقم الثاني فعندنا فيه 2,000,000,000. إذا شكون اللي كبر؟ بطبيعة الحال فهو الرقم الثالث اللي فيه 3,000,000. إذا غادي نوضعوا 3,000,000 في المستوى الأول. إذا 3,000,000 فهو العدد الأكبر، فهو أكبر من العدد الثاني اللي يليه، هو 2,999,999,999. ثم يليه العدد عندنا بالنسبة للملايين، فعندنا فيها 10,000,000 هي 19,000,000، عندنا فيها في جوج ديال الأعداد، فعندنا فيهم جوجهم فيهم 19,000,000، عندنا 19,000,000 في الرقم الخامس، و 19,000,000 كذلك في الرقم السادس. إذا فهم متشابهين في الملايين، يعني جوجهم فيهم 19,000,000. بالنسبة للآلاف فعندهم في المئات الآلاف فعندهم 6، إذا 6 بجوج. بالنسبة لعشرة الآلاف فعندنا فيهم 7، إذا فهم متشابهين. بالنسبة للآلاف فعندنا فيهم 7 كذلك، إذا فهم متساويين. بالنسبة للمئات فعندنا فيهم 0، تاهما كذلك متساويين. بالنسبة للعشرات كذلك عندنا فيهم 0، فهما متساويين. وبالنسبة للوحدات فبالنسبة للرقم الخامس فعندنا فيه 1 في الوحدات، وبالنسبة للرقم السادس فعندنا فيه 0. إذا فالرقم اللي فيه 1 في الوحدات فهو بطبيعة الحال هو أكبر من الرقم اللي فيه 0 في الوحدات. بالتالي فالعدد 19,677,001 اللي هو الرقم الخامس فهو أكبر من الرقم السادس اللي فيه 19,677,000. إذا غادي نوضعوا 19,677,001، غادي نوضعوها في المستوى الثالث، يليها في المستوى الرابع 19,677,000. ثم ننتقلوا الرقم الموالي، عندنا فيه 18,999,999، إذا فهو في المستوى الخامس. ثم في المستوى الأخير عندنا 677,999.
إذن فالترتيب التناقصي لهذه الأعداد فهو على الشكل التالي. إذن في المستوى الأول عندنا 3 ملايير، فهي أكبر من 2,999,999,999,999، أكبر من 19,677,001، أكبر من 19,677,000، أكبر من 18,999,999، أكبر من 677,999. دونك باس على ثالثيم كيسيون، ننتقلوا للسؤال رقم 3. جيكري سي نومبر اون شيفر. اذا طلبوا من نفس السؤال رقم 3 باش نكتبوا هاد الاعداد على شكل ارقام. اذا فما عطاونا كتابه، فمطلوب منا نوضعهم على شكل ارقام. اذا عندنا العدد الاول، عندنا فيه 1 مليار 300,600,000. العدد الثاني فعندنا فيه 400,300. اذا مطلوب منا في هاد الاعداد هادو اللي عطاو لينا كتابه باش نوضعهم بشكل ارقام. دونك لا ريبونس دو لا ثالثيم كيسيون، جواب السؤال رقم 3. جيكري سي نومبر اون شيفر. اذا طلبوا منا في السؤال رقم 3 باش نكتبوا هاد الاعداد الموضوعه في الكتابه على شكل ارقام. اذا غادي نحولوها لارقام. اذا عندنا العدد الاول، عندنا 1,300,600,000. بالنسبه للعدد الثاني 400,300. اذا بالنسبه للعدد الاول اللي هو 1,300,600,000، فعندنا 1 مليار اللي هو 1 مليار. اذا نوضعوا 1 مليار اللي هو 1 مليار. ثم عندنا 300 مليون اللي هي 300 مليون. اذا نوضعوا 300 مليون. ثم عندنا 600,000 اللي هي 600,000. اذا نوضعوا 600,000 اللي هي 600,000. اذا عندنا 1,300,600,000 اللي هي 1,300,000,000 و 600,000. ثم بالنسبة للعدد الثاني عندنا 400,300، غنوضعو 400,000 اللي هي 400,000. ثم عندنا 300 اللي هي 300. إذا عندنا 400,300 اللي هي 400,000 و 300. إذا ننتقل إلى السؤال رقم 4. أرسم مستقيمين AB و A'B' بحيث D يعامد المستقيم AB ويمر من النقطة C، و D يعامد النقطة A'B' ويمر من النقطة C'. ماذا تستنتج بخصوص المستقيمين AB و A'B'؟ إذا طلبوا منا باش نرسمو واحد جوج ديال المستقيمات، مستقيم AB ومستقيم A'B'. وعطاونا بأن بالنسبة لAB مستقيم AB فخص يكون يعامد D. إذا فخص يكون يعامد المستقيم D ويمر من النقطة C. كذلك
بالنسبة للأبريم دو بريم فيعامد المستقيم دي ويمر من النقطة سي بريم. مطلوبو منا باش نستنتجو شنو تلاحظو بالنسبة لهاد المستقيمين أبي و أبريم بي بريم. إذن جواب السؤال رقم 4، أرسم مستقيمين أبي و أبريم بي بريم بحيث المستقيم دي يعامد المستقيم أبي ويمر من النقطة سي، كذلك المستقيم دي يعامد المستقيم أبريم بي بريم ويمر من النقطة سي بريم. ماذا تستنتج بخصوص المستقيمين أب وأبريم بي بريم؟ إذن أول شيء غادي نرسمو المستقيم أب اللي قالوا لنا خاصو يكون يعامد المستقيم دي ويمر في نفس الوقت من النقطة سي، ثم كذلك غادي نرسمو المستقيم أبريم ببريم الذي يعامد كذلك المستقيم دي ويمر من النقطة سي بريم. إذن الشق الثاني بعد ما رسمنا المستقيمين أبي وأبي بريم، فطلبوا منا في الشق الثاني من السؤال باش نستنتجو شنو تلاحظوا من هاد المستقيمين أبي وأبريم بي بريم. إذا شنو تلاحظوا؟ فتلاحظوا بأن المستقيم أبي والمستقيم أبريم بي بريم فهما متوازيان. إذن غادي نكتبو أبي المستقيم أبي فهو يوازي، غادي نرسمو الرمز، نكتبو الرمز يوازي المستقيم أبريم بي بريم. إذن فأبي يوازي أبريم بي بريم، هذا هو الاستنتاج. إذا ننتقلوا للسؤال رقم 5، اشترى أحمد قرصا صلبا خارجيا لحاسوبه بثمن 500 درهم حيث تبلغ القدرة التخزينية لهذا القرص 500 جيجا أوكتل. بعد مرور عام على استعمال أحمد للقرص بقي فيه 25 جيجا أوكتل كقدرة تخزينية. السؤال ألف، ما هي القدرة التخزينية التي تم ملؤها لهذا القرص بالوحدة جيجا أوكتل؟ إذن دابا هما شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا بأن أحمد شرا واحد القرص صلب خارجي للحاسوب ديالو باش يستعملو في الحاسوب ديالو وبالثمن ديال 500 درهم، وقالوا لنا بأن القدرة التخزينية ديال هاد القرص الخارجي فهي تتبلغ 500 جيجا أوكتل. بعد ما داز عام على الاستعمال ديال أحمد لهذا القرص الخارجي بقى ليه في القدرة التخزينية ديالو بقى ليه 25 جيجا أوكتل. إذن فالسؤال ألف شنو طلبوا منا؟ طلبوا منا قالوا لنا شحال هي القدرة التخزينية اللي تم الملء ديالها، إذن اللي تم استعمالها في هذا القرص بالوحدة جيجا أوكتل. إذن جواب السؤال رقم 5،
اشترى أحمد قرصاً صلباً خارجياً لحاسوبه بثمن 500 درهم، حيث تبلغ القدرة التخزينية لهذا القرص 500 جيجا أوكتال. بعد مرور عام على استعمال أحمد للقرص، بقي فيه 25 جيجا أوكتال كقدرة تخزينية. السؤال ألف، ما هي القدرة التخزينية التي تم ملؤها لهذا القرص بالوحدة جيجا أوكتيل؟ إذن فطلبوا منا في هذا السؤال ألف، وقالوا لنا شحال هي القدرة التخزينية اللي تم الملء ديالها في هذا القرص الخارجي بالوحدة جيجا أوكتيل. إذن شنو غادي نديرو؟ غادي نشدو القدرة التخزينية بشكل عام ديال هذا القرص الخارجي اللي هي 500 جيجا أوكتيل، غادي نشدوها 500 جيجا أوكتيل، وغادي نقصوها من القدرة التخزينية اللي بقات اللي هي 25 جيجا أوكتيل. إذا نديرو 500 جيجا أوكتيل ناقص 25 جيجا أوكتيل اللي بقات، غادي تساوي لينا 475 جيجا أوكتيل. إذا 475 جيجا أوكتيل فهو القدرة التخزينية اللي تم الملء ديالها، اللي تم الاستعمال ديالها في هذا القرص الخارجي بالنسبة لأحمد. إذا انتقل السؤال باء، ما هي القدرة التخزينية المتبقية للتخزين في هذا القرص بالوحدة ميجا أوكتيل ثم بالكيلو أوكتيل؟ إذا فشنو طلبوا منا في السؤال باء؟ طلبوا منا باش نحولوا القدرة التخزينية المتبقية اللي هي 25 جيجا أوكتيل، غادي نحولوها لوحدة ميجا أوكتيل، ثم نحولوها كذلك للكيلو أوكتيل. إذا جواب السؤال باء، ما هي القدرة التخزينية المتبقية للتخزين في هذا القرص بالوحدة ميجا أوكتيل ثم بالكيلو أوكتيل؟ إذا فطلبوا منا باش نحولوا القدرة التخزينية المتبقية في هذا القرص الخارجي اللي هي 25 جيجا أوكتيل، غادي نحولوها المرة الأولى للميجا أوكتيل، وفي المرة الثانية غادي نحولوها للكيلو أوكتيل. إذا شنو غادي نديرو؟ خاصنا نعرفو التحويل بالنسبة للميجا أوكتيل بالنسبة للجيجا أوكتيل. إذا فالجيجا أوكتيل واحد جيجا أوكتيل فتساوي 1000 ميجا أوكتيل، ثم بالنسبة للكيلو أوكتيل فعندنا فيه بالنسبة لواحد جيجا أوكتيل فعندنا فيه مليون كيلو أوكتيل. إذا تبعا لذلك فغادي نحولو 25 جيجا أوكتيل اللي عندنا اللي هي متبقية كقدرة تخزينية لهذا القرص الخارجي، فغنحولوها بالنسبة للميجا أوكتيل غادي نديرو 25 مضروبة في 1000 تتساوي 25000 ميجا أوكتيل. إذا كما قلنا فالميجا أوكتيل بالنسبة للجيجا أوكتيل واحد جيجا أوكتيل فتساوي 1000 ميجا أوكتيل. إذا غادي نضربو 25 جيجا أوكتيل اللي تبقات لينا في هاد القدرة التخزينية ديال هاد القرص، غادي نضربوها في 1000 ميجا أوكتيل، غادي تساوي لينا 25000 ميجا أوكتيل. ثم بالنسبة للكيلو أوكتيل فكما قلنا فالجيجا واحد جيجا فتساوي مليون كيلو أوكتيل. إذا غادي نديرو 25 جيجا أوكتيل مضروبة في مليون كيلو أوكتيل، غادي تساوي لنا 25 مليون كيلو أوكتيل. إذا فهذه النتيجة اللي تحصلنا عليها، 25 مضروبة في 1000 تساوي
25,000 ميجا أوكتل، ثم 25 مضروبة في مليون تساوي 25 مليون كيلو أوكتل. إذا انتقلوا للسؤال رقم 6، أحسب مساحة الأشكال التالية بالسنتيمتر المربع ثم أرتب المساحات ترتيبا تناقصيا. إذا فأعطونا ثلاثة ديال الأشكال، هاد الأشكال طلبوا منا باش نحسبوا المساحة ديالها بالسنتيمتر المربع. إذا فهم أعطونا المتر المربع، كل مربع تساوي متر مربع. إذا أول حاجة خصنا نحسبوا المساحة ديال هاد الأشكال بالمتر المربع، ثم ثانيا نحولوا هاد المساحات اللي بالمتر المربع اللي لقينا نحولوها للسنتيمتر المربع، ثم ثالث شيء خصنا نرتبوا هاد المساحات ترتيب تناقصي، أي من المساحة الأكبر إلى المساحة الأصغر. إذا جواب السؤال رقم 6، أحسب مساحة الأشكال التالية بالسنتيمتر المربع ثم أرتب المساحات ترتيبا تناقصيا. إذا فطلبوا منا باش نحسبوا المساحة ديال هذه الأشكال بالسنتيمتر المربع، ثم غادي نحاولوا نرتبوا هذه المساحات ترتيب تناقصي، أي من المساحة الأكبر إلى المساحة الأصغر. إذا فهم أعطونا بأن كل مربع تساوي 1 متر مربع، تبعا لذلك نبداو نحسبوا الأشكال. إذا الشكل الأول باللون الأصفر فهو تيبان لنا على شكل مستطيل، نحسبوا الطول ديالو. إذا عندنا 1 2 3 4 5 6، إذا 6 ديال المربعات في الطول. بالنسبة للعرض 1 2 3 4 5، إذا 5 ديال المربعات في العرض. إذا تنعرفوا بأن كقاعدة مساحة المستطيل تتساوي الطول في العرض. إذا تبعا لذلك غادي نضربوا الطول في العرض. إذا الطول تساوي 6 والعرض تساوي 5، إذا 6 مضروبة في 5 تساوي 30 متر مربع. إذا المساحة ديال هذا الشكل الأول باللون الأصفر اللي هو على شكل مستطيل فهو 30 متر مربع. هما ما طلبوش منا باش نحسبوا المتر مربع المساحة بالمتر المربع، وإنما باش نحسبوا هذه المساحة بالسنتيمتر مربع. إذا غادي نحولوا هذه المساحة اللي لقينا بالمتر المربع نحولوها للسنتيمتر مربع، غادي تساوي لنا إذا 30 متر مربع نحولوها للسنتيمتر مربع غادي تعطينا 300,000 سنتيمتر مربع. إذا فالمساحة ديال هذا الشكل الأول باللون الأصفر اللي هو على شكل مستطيل هي 300,000 سنتيمتر مربع. ننتقلوا للشكل الثاني. إذا الشكل الثاني ففيه جوج ديال تنقسم لجوج ديال الأشكال. إذا عندنا الشكل الأول هو على شكل مربع والشكل الثاني على شكل مستطيل. إذا بالنسبة للشكل الأول اللي هو على شكل مربع فتنعرفوا بأن المربع ففيه الأضلاع، إذا فالضلع تساوي جوج ديال المربعات. إذا فيه جوج ديال المربعات، إذا المساحة ديال المربع فقاعدة فتنضربوا الضلع في الضلع. إذا غادي نضربوا الضلع في الضلع، إذا عندنا جوج متر مربع في جوج متر مربع غادي تعطينا 4 متر مربع. ننتقلوا للشكل الثاني اللي هو على شكل مستطيل. إذا نحسبوا الطول ديالو، عندنا 1 2 3 4 5 6، إذا عندنا 6 المربعات في الطول. بالنسبة للعرض عندنا 1 2، إذا عندنا 2 ديال المربعات في العرض. إذا تنعرفوا بأن القاعدة بالنسبة للمساحة ديال المستطيل هي الطول في العرض. إذا غادي نضربوا 6 اللي تتمثل لنا الطول ونضربوها في العرض اللي هو 2، إذا 6 مضروبة في 2 تساوي 12 متر مربع. إذا نجمعوا الأشكال بجوج. إذا الشكل الأول عندنا فيه 4 متر مربع زائد الشكل الثاني عندنا فيه 12 متر مربع تساوي لنا 16 متر مربع. إذا غادي نحولوا هاد المساحة اللي لقيناها ديال هاد
الشكل اللي هي 16 متر مربع نحولوها للسنتيمتر مربع، هذه تعطينا 160 ألف سنتيمتر مربع. إذا 160 ألف متر مربع فهي المساحة ديال هذا الشكل الثاني باللون الأخضر. ننتقلوا للشكل الثالث اللي باللون الأحمر. إذا عندنا فيه ثلاثة ديال الأشكال، إذا كل شكل فغادي نحسبوه على حدة. إذا الشكل الأول فعندنا 1 2 3 4 5 6، إذا عندنا 6 في الطول. بالنسبة للعرض عندنا 1 2 3 4 5، إذا عندنا 5 في العرض، إذا فهو مستطيل. إذا نضربو طول في العرض لحساب المساحة ديال هذا الشكل الأول اللي هو على شكل مستطيل. إذا الطول في العرض، إذا عندنا 6 مضروبة في 5، غادي تعطينا 30، إذا 30 متر مربع هي المساحة ديال الشكل الأول. ننتقلوا للشكل الثاني، هو كذلك على شكل مستطيل. إذا عندنا بالنسبة للطول فعندنا 1 2 3 4، إذا عندنا 4 في الطول. بالنسبة للعرض عندنا 1 2، إذا 2 ديال مربعات في العرض. إذا نحسبوا المساحة ديال هذا الشكل اللي هو على شكل كذلك على شكل مستطيل. إذا عندنا الطول في العرض، إذا عندنا 4 مضروبة في 2 تساوي 8 متر مربع. ثم ننتقلوا للشكل الثالث، فهو كذلك على شكل مستطيل. إذا عندنا بالنسبة للطول عندنا 1 2 3 4، وبالنسبة للعرض عندنا 1 2، إذا عندنا 2 ديال المربعات في العرض. إذا غادي نضربو كذلك الطول في العرض في هذا الشكل، إذا عندنا 4 اللي ستمثل لنا الطول في 2 اللي ستمثل لنا العرض، إذا تساوي 8، إذا 8 متر مربع. إذا نجمعو المساحات بثلاثة ديال هذا الشكل. إذا عندنا في الشكل الأول عندنا 30 زائد 8 في الشكل الثاني زائد 8 في الشكل الثالث، غادي تساوي لنا 46 متر مربع. إذا 46 متر مربع هي المساحة ديال هذا الشكل الثالث، فهي بالمتر المربع. غادي نحولوها للسنتيمتر مربع، غادي تعطينا 460 ألف سنتيمتر مربع. إذا بعد ما عرفنا المساحة بثلاثة ديال هاد الأشكال بالمتر بالسنتيمتر مربع، إذا الشكل الأول فعلنا فيه 160 ألف سنتيمتر مربع. إذا بالنسبة للشكل الأول عندنا فيه 300 ألف سنتيمتر مربع اللي هو باللون الأصفر. ثم الشكل الثاني باللون الأخضر عندنا فيه 160 ألف سنتيمتر مربع. ثم الشكل الثالث باللون الأحمر عندنا فيه 460 ألف سنتيمتر مربع. إذا الآن غادي نحاولوا نرتبوا المساحات بثلاثة ترتيبا تناقصيا، أي من المساحة الأكبر إلى المساحة الأصغر. إذا فين هي المساحة الأكبر في هذه الأشكال الثلاثة؟ فهي الشكل الثالث اللي هو 460 ألف سنتيمتر مربع. إذا هذا هو الشكل أو المساحة الأكبر في هذه الأشكال الثلاثة. ثم يليه الشكل الأول باللون الأصفر الذي يمثل لنا 300 ألف سنتيمتر مربع. ثم في الأخير فعندنا الشكل الثاني باللون الأخضر الذي يمثل لنا 160 ألف سنتيمتر مربع. إذا فعندنا 460 ألف سنتيمتر مربع، فهي أكبر من 300 ألف سنتيمتر مربع، أكبر من 160 ألف سنتيمتر مربع. إذا ننتقل للسؤال رقم 7، حدد قواسم العدد 28
والعدد 12. إذا طلبوا منا باش نوجدوا القواسم ديال العددين 28 و 12. إذا جواب السؤال رقم 7، حدد قواسم العدد 28 والعدد 12. إذا بالنسبة للقواسم ديال العدد 28 فهي محددة بين 1 و 28. إذا فالفرق بين المضاعفات والقواسم فأن المضاعفات فهي غير محدودة، أما بالنسبة للقواسم فهي تكون محدودة. إذا فالقواسم فتكون دائما محدودة بين العدد 1 والعدد نفسه. إذا بالنسبة للعدد 28 فغادي تكون محدودة بين العدد 1 والعدد 28. كذلك بالنسبة للقواسم ديال العدد 12 فهي محددة ومحدودة بين العدد 1 والعدد نفسه اللي هو 12. إذا نبداو بالقواسم ديال العدد 28، فعندنا 1 2 4 7 14 و 28. بالنسبة للقواسم ديال العدد 12 فعندنا 1 2 3 4 6 و 12.